لازم تكون في كل مكان طالع داخل بدون جنان شوف محتوانا ترى فنان اضبط نفسك في هاللوك جي جنرال 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 جي جنرال 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 جي جنرال 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 جي جنرال 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 اسمع كلامي ترى ما يفيدوك انا لك ناصح ماني قدوك على فكرة نشوفك برعيب لان الواضح انت غلطان السلام عليكم شباب السلام هلا ارحب شيخ ابغاكم في موضوع مهم تعالوا معي ايه بقى احمد عوض جمع للشباب يلا برا يلا شباب شباب يلا شباب شباب يلا شباب سريع سريع يلا واللي ما يجي حي إجازة يا شباب بدون حراج يا شباب يلا يلا شباب حراج بن قاسم استريح يلا حراج واحد حراج واحد حراج واحد شوف الشباب اللي متواجدين هنا خلي يجون فهد فارع زايد زايد فهد فارع اللي يبي ياكل يجيب اكله هنا جيب اكلك معاكم تعالوا كلوا اهم شيء بطونكم تعالوا جيب اكلك معايا زايد لا تعدي تعال الله يوفقك ان شاء الله ويشبعك بالخير مصلط انا احبك في الله انت انسان محترم الله يسعدك معك زود وانا احبك بعد استريح السلام عليكم ورحمه الله سلام اي تعال المسندين وين المسندين؟ سيف 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 تعال معك بدون حذاء معك تعال سيف فهد اطيح سيف انا سمرك يا شيخ كفو 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 منور ابو زيد وين سيف؟ بس قبوع على البرد برزاق الصلاة ترى تاخذ البرد احمد انت شيخ؟ الله الله ها؟ الله الله من قبل البرنامج الله تعتذر انت الحين تعتبر نفسك شيخ ولا متسابق عادي؟ شيخ لا شيخ القريه شيخ اي شوف الشباب اللي باقي في احد في الغرفه يا شباب شباب رح لهم يا شيخ رح لهم بروح انا بروح لهم عادي روح انا يلا رح لهم يا سيف فهد استريح خليني معك استريح استريح خليني واقف معك تكفى لا تحرجني جلست شيخ 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 استريح فهد والله علم ابو رزيقة ابو رزيقة شف شف ولد قم هنا طيب جيب الفرصة فاصل عرجان استريح سلطة الامر شيخ ابو رزيقة شف الشباب الله يهديك خلصنا على فضحتونا يا ريجي امشي طب والله العظيم ما هي حالة هذه شيء قدام عينك خارجني منك شباب الصوت احمد انت شيخ اعيد عليك اي سويت دخولية؟ لا أديت مهامك؟ تقدر تقول المهام ماشية كما صح ها؟ ماشية صح المهام بس صارت أمور لخبطت الأمور لكن بإذن الله نسويها إن شاء الله إيه طبعاً 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 بتصير لخبطة طبعاً بتصير لخبطة أيوة إذا أيوة في ناس جواسيس عندكم يعني في ناس دبابيس عندكم طبعاً بتصير خربطة طيب وش إذا تشوف يعني خويك غلط يا انك تقول له انت غلطان بس ما تجي عند الاداره تقعد تقول لها كل شيء بينك وبين خويك في شيء اسمه اخوه ولا بس الاخوه كلام انا فعل ولا يا علي ولا يا محمد ولا يا صلاح ولا يا طارق ولا يا زياد انا اقول انه ما يصلح احنا نقول لا أحد يدبس على خويه لا أحد يدبس على خويه أنا يعني شباب الدبوس شوف منه وانتم الرسمة يا أبو أنا ما فينا ما فينا يعني دبوس ما لو سمحت دبوس.
ما في ندب لو سمحت يا شباب خلوا تكلم بس تكلم اذا تكلمت احد تكلم استريح استريح الكرام انا استريح احمد يلا استريح استريح احمد نبي توقف ابو زيد خليك كذا واقف معك استريح خارجني ابو زيد برد انت شيخ يريح يعني الدبابيس هذه لازم تشيلونها من راسكم لان في ناس قاعده تفتش على كيفها وتاخذ دور مو بدورها بدون علم شيخ القريه اللي ما ادري كيف يعني ما ادري ايش السالفه انا اقطع عليكم باللي اقدر عليه في امور كثيره واحصل ناس يدبسون عند المدير الكبير كله عشان يبي يطلع يروح يفلها برا ولا عشان ياخذ الجوال يشوف التويتر ايش قالوا عنه يعني اللي يدبس يعطون الجوال والله ما ادري عنكم انتم ايش تشوفون انتم ما شفتوا ناس يدبسون لا انا اذا انت خد جوالك صح ايه بس ما ادري دبست ولا ما ادري اسال نفسك شباب انا يكفي ثقه اخوياي فيني يا ابو رزيقة ركزوا معاي هتقعد تهز خلاص يا فله فله بسالك سؤال ابو رزيقة معليش الان انا جايكم في خبر قوي جدا قوي قوي جدا اول شيء احمد بكره تسوي دخليه وتأدي مهامك بشكل جيد حلو لان تقييمك الان 0.0 واو اساس الاساس اللي قبل مع تحيه الشرف مع تحيه الشرف اساس الاداء اللي قبل كانت بعد ما هي مع كيف زيرو انا ابيك الان تشد حيلك زيرو انا الان ابيك تشد حيلك تمام ما عليك اعطيك فرصه ما عليك عندك من بكره مزبط انا ببدا معك من بكره مزبط امور راح تشوفها ان شاء الله عندك مفتاح الغرفه اي غرفه غرفه المتسابقين اه موجود موجود كل شيء موجود موجود إيه؟ ابيك تقفلها من اليوم وين نرقد لا اذا جاء وقت النوم تفتح للشباب خلاص اذا ما في وقت نوم اشوف واحد موجود ابي اضبع عشان ما حد يقدر يفك قفلها بالقفل وضب انا بشوف الموضوع هذا الموضوع اللي جايكم عليه احمد تعال احمد روح جيب لي بطانيه ومخده انا ولد ابوي ليه روح جيب لي بطانيه ومخده سريع 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 احمد لا لا تعب والله والله هو يلعب فلوسنا والله داخل خلينا عروسنا والله يا ابو رزيقة شباب القرار اللي انا جايكم عليه اللي بيدخل المجلس البني بيزعل وشلون ما شلون ما ادري لا احد يناقشني اناقشك اموت البرد لا احد يناقشني اموت من البرد لا احد يناقشني كيف اناقش وين اروح فيه طيب انا انت حلفت اللي بيدخل المجلس البني بيزعل طيب وين نروح طيب وين نروح وانا الان بقفله تقفله ليه وين اروح فيه يا ابو زيد البرد ما لابس حتى ما مدك وين دخلنا احنا غرفه ايوه ما الكلام هذا ما يصلح احنا عقرنا برد برا عادي انا بكره يطيح واحد بحلو. عقرنا البرد خلاص خلاص شباب الوضع اسمع وش الختام في فروه في دفايات في كنابل تطرح دفايه برا عطني عطني هذا استريح عطني اياها استريح لا 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 تتكلم نقطه استريح المجلس هو المجلس وقت البرد عادي الشيخ انت لكن وقت الصيف وقت لو في حر انا ولع فيه لو تحمق اوكي ها استريح كيف شيخ ابو رزيقه بسيط بين اللهم اني بلغت اللهم وين نروح وين نروح اللهم اني فيه بنروح نعم ببرد ابو رزيقه وين نروح انت ليش تبرد يمين يسار لا لابس ركود باخذ بطانيه وفاز يمين بس ابو رزيقه ليش ولا تبي ابو رزيقه ايش ذنب يدك اليسار ابو رزيقه جنيني احنا نبرد كلنا ما وجه ابو رزيقه لا تسكت ابو رزيقه جنرال 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 لازم تكون في كل مكان طالع داخل بدون جنان شوف محتوانا ترى فنان اضبط نفسك في هالمقطع جنرال 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 تعب تعب ابو رزاق اسمع كلامي ترى ما يفيدوك انا لك ناس مو مريض على فكره انقفل 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 انقفل
تقفل تقفل. ما كملت علاجاتي علاجاتي والله، لا سمحت رحت والله ترى اللي بيلمس الباب. طيب عطني بس عطني اياها مع الشباك. اللي بيلمس الباب بيزعل. عطني اياها مع الشباك. اللي بيلمس الباب بيزعل. عطني اياها مع الشباك. عطني اياها مع الشباك ابو برزيقه. وش الهرجه؟ يقول قفل المجلس. انت كيف تطلع الحين ابو برزيقه؟ بيرقد المجلس. بالله ابو برزيقه بس هالسؤال، ليش ما تلبس قفاز يسار؟ ابو رزيقه بس عطني عطني. او الشيخ دخل. لو سمحت اطلع لي من هنا. جيب علاجاتي. جيب علاجي. جيب علاجي. اسمع جيب علاجي. ايه هذاك علاجي. لو سمحت اطلع لي يا اخي. عطني عطني علاجي. عطني علاجي. هذاك هو جبه الكيسه ورا اخر شيء الكيسه. لا تلمس لا تلمس لا تلمس. مرضان الرجال مرضان. لا تلمس لا تلمس علاجي. لا تلمس. يلا مرضان طبق. لو سمحت ولا منك. طيب خلاص خلاص فكوني منها. انت حوشني وياه فكوني منها. خلاص يا ابو رزاق قفل تقفل احرق رده. عفوا اخي. سكر 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 يا اخوي. في شيخ هنا. احترم الشيخ. شكر لي. اسمع كلامي ترى ما يفيد. يا خسارة يا مكتوب. لأن الواضح عند الله. يا عيال ولا لا؟